بالنسبة للبيكن حقطعه عادي أجزاء زي ما أبغاه كذا صغير، ما يكون مرة كبير. يعني كذا. في قدر كبير حضيف البيكن. أنا أحتاج الشحم حق البيكن. طيب البيكن هو اللحم المقدد اسمه. حضيف الآن زبدة. الآن حضيف البصل. البصل ما نحركه كثير وما نحرقه، يعني ننتبه عليه وما نحركه كثير، يعني قلبه كل شوية، كل يعني وقت للتاني لين ما الحال يتكرمل. عموما مشكلة الوصفة هذه انها تطول، وكل ما قعدت اكثر كل ما النتيجة كانت افضل. يعني مثلا لو سبناها سويناها ساعتين ثلاثة حتكون ولا اروع. طبعا في طرق تقدروا تكرملوا البصل مرة بسرعة، بس ما حتكون نفس الطريقة هذه. إضافة موية وكذا، يعني ما نحط الزبدة دي قد كذا، بس أنا أبغى أطبخها كذا بطريقة مرة تكون طيبة. حملح الآن من البداية يعني. شوفوا أنا يعني ما أحب البيكن مرة، بس صراحة ريحته مرة تعجبني. يعني شوفوا أنا كل 4 دقائق تقريبا 3 دقائق بديها قلبة وهكذا. شوفوا يمكن عد عليها الآن نص ساعة أو 25 minutes. أوكي كده عد عليها الساعة. الآن إيش حسوي؟ وطيت النار، والآن هحط خل عنب أحمر أو تقدروا تحطوا بلسمك، نص كوب تقريبا. نحرك. شوف الالتصاقات كلها بتخرج. حزود شوية. شوفوا لونه كيف صار، وشوفوا الكمية. شوفوا الكمية قديش صارت، قد كذا تقريبا. بس شوفوا اللون، لا أحكيكم على ريحته. الحين كمل تقريبا ساعة. كان سويت بخاري يمكن في ساعة. ضروري تشيكوا الملوحة، لأنه أصلاً البصل حالي، فظبطوها بطريقتكم، يعني حطوا الكمية اللي تشوفوها مناسبة. كده أنا خلصت. يعني طعمها لا أحكيكم. هذه خلاص تحطوها في جار، تقعد عندكم أسبوع. يلا الحين نسوي شيء تاني.